أنا أصر أن من بنى مفهوم المعارضة العراقية المنتصرة، ليس المعارضة العراقية كيف ما كان، هو السيد الحكيم، هو شهيد المحراب. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن قبل أطروحات معينة طرحها السيد الحكيم كان هناك معارضة العنوان التعميمي هو الأساس، يعني اللغة التعميمية، التعاريف العمومية ليس لها تخصيصات، ليس لها تشخيصات. الشهيد الحكيم في يوم من الأيام جمع المقربين له، قال هذا يجب أن يتغير، لأن هذه اللغة كأنما لا تخاطب أحد، يعني لغة مفردة تأتي وتذهب. الشعب العراقي يتعرض للظلم، من هو هذا الشعب العراقي؟ ما هي تكويناته؟ كيف يتعرض للظلم؟ أي ظلم يتعرض؟ نعم، لحظة لحظتين تتأثر الناس ثم تنسى. هنا طرح مفاهيم محددة، قال يجب أن نذهب إلى الخاص، ليس فقط إلى العام. العام محترم، لكن إذا لا نحرك الخاص لا نستطيع أن نمسك العام. فهنا طرح مفهوم معارضة المنتصرة، ليس فقط المعارضة، أولا الدفاع عن مظلومية الشيعة. هناك مظلومية للشيعة بغض النظر عن المذهب، يعني شيوعي شيعي يضطهد، شيعي حتى بعثي يختلف عن آخرين وهكذا. هذه المظلومية ستمس الناس بالعنوان، الأسماء، استخدام الأسماء. هذا الاسم يحاربه النظام لأنه له رمزية شيعية إلى آخره. لكن لم يطلق هذه الدعوة إلا لتشكيل رابطة قوية بين أغلبية الشعب العراقي الذين هم الشيعة، لإنصاف بقية الأطراف، يعني لإنصاف الكرد الذين هم شوافع، لإنصاف السنة، بيت العاصي وغيرهم، والدفاع عنهم والوقوف معهم إلى آخره. هي ليس فقط لطائفية الانتصار مظلومية الشيعة، وإنما إيجاد حراك متكلم متحسس حتى بدون الوعي الديني، بدون الوعي الديني عما يمارسه النظام، وقادر على التعبئة والتجميع بهذه المفردات، يعني الانطلاق من المظلومية الشيعية وتعميمها على المظلومية العراقية، يعني تحريك الخاص لمسك العام، وليس البقاء بالمفردات العامة التي لا تحرك الخاص. حلو. أنت عندما اليوم تقول قضية فلسطين، الفلسطيني يتحرك بفلسطين، مسيحي مسلمي، بينما إذا تحركت بقضية التحرير العام، تحرير كل الأراضي العربية، لا تمس أصحاب القضية الرئيسية الذين يستطيعون أن يحركون مظلوميتهم، مظلومية الشعب العراقي. وهذه أصبحت، ونجح في هذه، نجح نجاح باهر، وهو الذي على أساس هذه الأطروحات نظمت كل مؤتمرات المعارضة اللاحقة، المعارضة اللاحقة كلها نظمت على هذا الأساس، كيف تنظم المعارضة